الطالب يتخرج وشلون يحافظون على علاقته فيهم؟ أنت لما تخرجت ظليت حول الجامعة؟ لا لا، المحافظة معروفة، اللبنة الأساسية للإخوان في كل العالم هي الأسرة من أيام حسن البنا. مش الأسرة، لا هم ليش قالوا الأسرة؟ عشان يشيلونه من أسرة الحقيقية ويقول هذه أسرتك هذه تجارية، ويجي للأسرة هذه أسرتك الحقيقية أو الأصلية. نعم، هي التي تستأذن منها حينما تريد أن تذهب، وهي التي تدفع فيها اشتراكك السنوي الشهري بنسبة 15% من راتبك. نعم، يعني كنت تدفع 15% من راتبك؟ اي غصب تدفع، ولو دفعت يطاردك المسؤول أمين الصندوق. كل العالم يدفعون، حتى التجار، عندك تجار هنا في التنظيم يدفعون ملايين. إلى الآن؟ إلى الآن، إلى الآن. طبعا أنا طلعت من الجامعة. لا لا، يعني أقصد يعني إلى يومك يدفعون، إلى يومك 15%؟ 15 أو 10، أنا والله ناسي، لكن هذا ما في كلام. لا طيب، يعني اللي موظف من راتبه، من راتبه يعني غصب عليه، ولا يجيه مشكلة، يعني أقل ما فيها أنه يحرج أمام المجموعة. وشو كنت تدفعها؟ يعني كنت تحولها؟ لا لا، أجيبها معي، أجيبها معي. فضل. مثلاً راتبي 6,000 7,000 أجيب منها 1,500. والصندوق أول ما تجلس في الأسرة، طبعاً الأسرة هذه هي اللي من الأساسية، واللي منه ماسكها النقيب اللي صرت أنا بعدين مسؤول. أنت صرت نقيب بعدين، وتحتي طبيب، وتحتي ناس، أنا توني كنت مدرس، تحتي ناس يعني فاعلين.